صباحكم خير مع الكاتبة والصحفية نهد قرناص من صحيفة الجريدة. جاءت اليوم بعنوان الخالة والدة. في مقدمة زاويتها تقول: في العرف السوداني عندما تتوفى امرأة صغيرة السن نسبيا ولها أطفال صغار في غمرة الحزن والناس مكلومون، تجد أن هناك أحاديث خافتة تدور حول وجوب اختيار زوجة للزوج الأرمل، وفي أغلب الأحيان يقع الاختيار على أخت الزوجة، وربما بعد أيام قلائل من رفع الفراش تسمع بعقد القران. تلخصه النسوة بعبارة: ناس فلان قعدوا في بريشهم، والجملة تعني أن الأرملة اختار أن يتزوج في ذات البيت، وأن الأطفال ستكون حاضنتهم خالتهم. وحكينا القصة دي ليه؟ لكي أتساءل وأجد من يجيبني عن سؤالي. تقول قرناص هنا: لماذا لا يتم إعلان الحكومة حتى الآن؟ لماذا لا تتم تسمية الوزراء ورئيس الوزراء والجهاز التنفيذي بأكمله، وهو أمر محسوم منذ بداية المفاوضات، ولا دخل له بمقاعد مجلس السيادة ولا المحاصصات أو الحصانات أو كل تلك المصطلحات التي رشحت إلى السطح في هذه الأيام؟ البلد في أمس الحاجة إلى حكومة تنظم الأمر وتعيد الأمور إلى نصابها، فمن غير الممكن استمرار حالة الجمود هذه. والذين يرفعون شعار القصاص أولا عليهم الإجابة عن سؤال: من هو ذلك الذي سيأتي بالقصاص؟ وأين هي المحاكم المستقلة التي ستنظر في ملفات قضايا القصاص؟ توضح قرناص هنا فتقول: التظاهرات التي تخرج كل يوم في منطقة ما في السودان والشهداء الذين نحتسبهم كل ساعة لا يعني ذلك أن الشعب قد أدمن التظاهر، أو أن الأرواح صارت رخيصة، أو أننا اعتدنا منظر الموت وفقد الشباب، لكن الشعب مل الانتظار ويحتاج إلى رؤية نتائج عملية على أرض الواقع تشير إلى أن الحكمة تقتضي القعاد في البريش واستعجال إعلان عقد القران حتى تستقيم الأمور وتعود الحياة إلى طبيعتها، وأن إعلان الحكومة الانتقالية وتسمية رئيس الوزراء هو الخطوة المرجوة حاليا. تختم قرناص هذه الزاوية بالقول: ومن ثم تعقبها خطوات تسمية وزير العدل وتفويض اللجان المستقلة لتقصي الحقائق وإعلان النتائج بشفافية، وبعدها تتم المقاضاة وإعلان الأحكام. قميص عثمان الذي تم رفعه قديما كان شعارا ألهب عاطفة المسلمين، لكنه لم ينتهي إلى نتيجة حاسمة تشفي الغليل. في المقابل الأمور انزلقت إلى فوضى لم تتوقف إلا بانتهاء حكم الراشدين. لذلك ندعو إلى تحكيم العقل ورفع شعار قميص يوسف الذي كان سبب عودة البصر إلى أبيه، ويقوى الحرية والتغيير: إني لكم من الناصحين أقعد في بريشكم، وكونوا الحكومة الانتقالية اليوم قبل الغد.